يا مساء الورد والفل والياسمين، عليكم جميعا مشاهدينا الاعزاء. وحشتوني جدا 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 جدا، كل مشاهديني وحشتوني جدا. ببقى سعيده جدا لما بكون مع حضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم هي وادم. اعذروني النهارده وسامحوني. للاسف الشديد انا جايبه قصه ما فيش حد يتخيلها، وممكن ما تحصلش حتى ما بين الحيوانات، ولكن انا جايباها عشان لازم ناخد حق الطفلة شيماء. الطفلة شيماء عندها 15 سنة، عندها إعاقة ذهنية منذ ولادتها. الطفلة دلوقتي عندها 15 سنة، واكتشفوا إن هذه الطفلة حامل في الشهر السادس. طبعا الأم ما تخيلتش، الأم إيمان ما تخيلتش إن بنتها تبقى حامل، كانت هتتجنن. بنتي اللي ما بسيبهاش دقيقة ولا ثانية، بوديها وبجيبها، بوديها مدرستها، برجعها من مدرستها، ما بسيبهاش من ايدي. ازاي يحصل لها كده؟ مين الذئب البشري اللي استغل ضعف وإعاقة هذه الطفلة عشان يعمل فيها كده؟ تخيلوا الفاجعة، تخيلوا الفاجعة اللي لما عرفتها الأم جالها انهيار. هذه الطفلة، الطفلة شيماء المعاقة ذهنياً البريئة التي ليس لها حول ولا قوة، اللي عمل فيها كده واغتصبها وعدة مرات وجعلها تحمل سفاحا الأب. الأب محمد 44 سنة، موظف بوزارة الصحة، تجرد من كل المشاعر الإنسانية، تجرد من غريزته كأب المفروض ان هو يحمي الطفله شيماء، ويكون هو سندها ويحميها ويحافظ على شرفها، لان المفروض انه شرفها هو شرفه، ولكن تجرد من كل مشاعر الانسانيه. الطفله بتحكي وبتقول: بابا عمل معايا حاجات عيب. بابا كان بياخدني وكان بيطلعني وكان بيخليني اخلع هدومي وبيعمل معايا حاجات عيب لما كانت ماما مش موجوده في البيت. بابا هو اللي عمل فيا كده. الطفلة الصغيرة اعترفت، حتى اخواتها اشقائها، ليها ولدين اخوات، اخواتها قالوا لما كانت ايمان بتعيط او حاجة او كانت بتبقى متضايقة كان بابا بياخدها معاه في الأوضة ويطفي النور ويقول لهم اخرجوا انا هسكتها. بيقول اختي شيماء كانت بتعيط وبتصرخ، ولكن احنا كنا فاكرين كان هو بيقول لا محدش يجي انا هعرف اسكتها. وأتاري إن الطفلة بتعيط وبتصرخ من هذا الذئب البشري المجرد من كل المشاعر. ده أب، فين الأب؟ معانا ومعاكم دلوقتي مدام إيمان، أم الطفلة شيماء. ألو؟ ألو، السلام عليكم يا مدام إيمان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلبي معاكي يا حبيبة قلبي. الله يبارك لحضرتك، الله يخليك يا فندم. إحنا معاكي عشان نجيب لك حق شيماء، احكي لنا إيه اللي حصل. الله يبارك لكم. هو حضرتك يعني انا بنتي الدوره ما جاتلهاش، وانا رحت كشفت عليها واكتشفت ان هي حامل وحامل من ابوها، وهو اعترف قدامي بالفعل واعترف قدام اخويا. يعني اعترف قدامكم ان هو اللي عمل كده؟ اعترف. هو محبوس بقاله شهرين، عشان الناس بتهاجمني بتقول ازاي انت سايباه. والله العظيم انا ما سايباه، والله انا ما سايباه. انت كنت فين يا مدام إيمان؟ كنت فين؟ انا يعني ابوها يعني لو سبت بنتي وخرجت ده ابوها، صح. يعني وانا هاخد حصري من ابوها يا حبيبتي. المفروض هو عرضاء يعني عرضه وهو سندها والامان ليها، هو اللي يحميها. المفروض هو اللي يحميها، انا يعني هخاف يعني على بنتي من ابوها؟ اعترف قدام النيابه؟ قدام النيابه نكر، انكر الموضوع، انكر الموضوع، جه قدام النيابه انكر. بس والله العظيم اعترف قدامي واعترف قدام اخويا. انا عرفت ان انتوا سجلتوا له اعترافاته. سجلنا له مكالمة بالفعل، وهو كان بيطلب من اخويا ان احنا يجوزها لحد من زمايله وان احنا نسطر عليه. طب ازاي؟ طب ازاي اضيع حق بنتي ليه؟ يعني انا ضايع حق بنتي ليه؟ حرام. شيماء عاملة ايه دلوقتي؟ هي حالتها النفسية زفت، وحالتنا النفسية ربنا يعلم بيها. ممكن نتكلم معاها يا مدام إيمان بعد إذنك؟ ممكن نتكلم مع شيماء؟ حاضر. بس حضرتك أنا يعني عايزة أقول للناس إن بنتي عندها تأخر ذهني، يعني التمثيل على العذر ان هي ممكن ما تعرفش تعبر او تتكلم. التمثيلنا العذر، وقفوا جنبنا عشان حق بنتي ده ما يضيعش. هدر حرام. ان شاء الله حقها هيرجع. راعوا ان انا ام برضك، وان يعني ان ده ابوها، يعني انا هحافظ عليها من الناس بره، مش هحافظ عليها
جوه بيتي، يعني المفروض ده البيت ده هو الامان. للاسف الشديد طبعا صورته مشاهدينا يعني الاعزاء شايفينها على الشاشه دلوقتي، الاب اللي المفروض ان هو يحامي ويحافظ على الشرف هو اللي عمل فيها كده. يعني هو دلوقتي اعترف قدامكم ولكن لم يعترف امام النيابه. نكر قدام النيابة. طب وشيماء اعترف، يعني قالت لكم ان بابا اللي عمل كده؟ هي شيماء قالت ان بابا اللي عمل كده، اه يعني هي قالت وقالت قدامه، اه وهو حكى، يعني هو حكى واعترف كان بيعمل ايه، يعني هو حكى واعترف. يكرر الاعتداء عليها ولا كانت مرة؟ لا كانت اكتر من مرة. هو حضرتك احنا عندنا شقتين فاضيين في البيت، كانت هي يعني حاطين اللعب بتاعتها وبتاعتها خالص صغير في ثالثة ابتدائي، يطلعوا يقعدوا فوق وهو ابوها معاها، يعني ابوها، طب طبعا انا مش هاخد طبعا حذري من ابوها، يعني مش هقول لها ما تروحيش مع ابوكي ولا كده، ده ابوها يا ناس ابوها. فطبعا كانت بتطلع معايا وانا كنت ببقى في الشقه تحت اعمل اكلي اروق اشوف مشاغلي برضك، يعني ما انا مش همشي اراقبها مع ابوها، يعني هو لا بيشرب ولا حاجه عشان خاطر ان انا اخاف منه او ان انا اخد حذري منه. بني ادم المفترض ان هو بيصلي وبيصوم وبيقرا قران، المفترض يعني ان هو فاهم يعني ايه الابوه وايه الحاجات دي، يعني حرام. ممكن يا مدام إيمان نعرف نكلم شيماء كلمة حاضر يا ما حضرتك. بس بسرعة بعد إذن. شيماء حبيبتي، الو، شيماء ازيك؟ الحمد لله. شيماء حبيبة قلبي، طبعا أنا قلبي معاكي يا حبيبتي. بابا عمل فيكي إيه يا شيماء؟ نعم، بابا عمل فيكي إيه؟ كلمني كلمني، قولي قولي عمل هو يعني ضيعني. ضيعك. طب انت عايزه ايه؟ عايزه بابا يعني عايزه تاخدي حقك من بابا ولا مش زعلانه منه؟ زعلانه من بابا؟ اه زعلانة وعايزة اخد حقي. طب انت عايزه تاخدي حقك ازاي يا شيماء؟ انا زعلانة عشان ماما بتقعد تعيط، وانا بعيط عشان معاها. اللي عمل فيكي كده وكبر بطنك يا شيماء هو بابا؟ اه شكرا يا شيماء، شكرا شكرا مدام ايمان. بنضم صوتنا لصوتك يا مدام ايمان، وان شاء الله هتاخدوا حقكم. وطبعا انا ما شفتش بصراحه حادث بهذا الشكل المؤلم. طفله المفروض ان هي يبقى درعاها هو الاب، ولكن هذا الانسان تجرد من كل المشاعر الانسانيه. مشاهدينا الاعزاء هنطلع فاصل، استنونا. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء. كل الستات اللي قاعدين قدامي، كل الرجاله، كل بيوتنا، مين فينا عانى من الذباب اللي مال البيت؟ مين فينا عانت من الصراصير اللي ما بتخلصش؟ مين فينا عانى من الفئران ولا حشره الفراش اللي بيسموها البق؟ اكيد كل الحشرات وكل الحاجات دي اكيد عانينا منها كتير جدا، لدرجه ان احنا كنا بنجيب شركات ترش لنا، والرش ده من كتر ما بنرشه بيأثر على صدرنا، ده غير الفلوس اللي احنا عمالين ندفعها ومفيش فايده. النهارده جايب لكم حل سحري ومميز جدا جدا جدا، هنعرفه دلوقتي من ضيفنا اللي مشرفنا في الاستوديو معانا ومعاكم، مهندس محسن الواثق، رئيس مجلس اداره شركه ايليت للخدمات البيئيه، ورئيس مجلس امناء المؤسسه المصريه لمكافحه ناقلات الامراض. بنرحب بحضرتك يا اهلا باشمهندس. بحضرتك فين؟ اهلا اهلا بيكي. بحضرتك يا اهلا باشمهندس، بيكي. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك مهتم بموضوع مختلف عن اللي موجود في السوق دلوقتي. اللي موجود في السوق دلوقتي رش، ولكن هناك موضوع حضرتك أثرته في مصر كلها وعامل ضجة في مصر كلها، وهو موضوع المكافحة الآمنة. عايزين حضرتك تفهم الجمهور يعني إيه مكافحة آمنة. بسم الله الرحمن الرحيم. المكافحة الآمنة هي فكرة بسيطة جدا، أعتقد إن هي واجبة للحضارة اللي إحنا عايشينها حاليا، اللي هو فكرة منع حدوث التلوث. أما يبقى الفلسفة عند الجمهور المتلقين للخدمة هو المكافحة بالمبيدات، يبقى احنا قدام كارثة كبيرة جدا جدا جدا. المبيدات طبعا الناس المتخصصين فيها عارفين جدا ان هي اخطار واثار جانبية عالية جدا، يعني ممكن في الاخر تؤدي الى كارثة حقيقية للانسان. فاحنا النهاردة عندنا في مصر للاسف الشديد ثقافة سهلة جدا او الناس كلها بتتبعها، وفكرة ان انا عندي شوية نمل، عندي صراصير، بروح انا بنفسي اشتري الكيماويات من عند بتاع الكيماويات وابدا ارش انا بنفسي، في الاخر انا ممكن اقضي على الحشره او ما اقضيش حسب طريقتي في التعامل معاها، لكن المؤكد ان انا لوثت بيتي كله بالمبيدات اصبح المبيدات بتنتقل اليا
عن طريق الملامسة والاستنشاق والبلع، وفي الآخر أنا ببقى بعاني من كارثة كبيرة جدا في صحتي وأنا اللي جبتها لنفسي أو أنا كنت السبب الرئيسي فيها. فكرة الاستعانة بالمتخصصين فكرة مهمة جدا، لأن المتخصص هو الشخص الوحيد في العالم أو في الدنيا اللي عارف الأخطار الناتجة عن المبيدات، وكمان عارف سلوك الحشرات هتمشي ازاي، هتتحرك ازاي، هتتغذى ازاي، وبالتالي هو بيقدر يسيطر عليها بأقل قدر ممكن من المبيدات. احنا بدأنا من 5 سنين فكرة المكافحة الأمنة، وعايزين يعني نغيرها، نغير ثقافة الناس ان المبيدات خطر يا جماعة، خدوا بالكم، لازم انا استعين بمتخصص هو اللي فاهم ومدرك طبيعة العمل بتاعها. لو انا عندي في البيت شوية نمل شوية صراصير زي كل ما بيوتنا بتعاني، احنا طبعا عايشين في بيئة كبيرة جدا فيها ملوثات كتيرة، انا اقدر اتعامل مع المشكلة ببساطة جدا، ما يبقاش الحل بتاعي الاساسي ان انا ادور على المبيد. انا عندي شوية نمل، هبدأ تتبع اثار النمل وطريقة سريانه على الحيطان او الارضيات، هوصل للجحر بتاعه بشوية اسمنت ابيض او بسيليكون او حتى بشوية اسمنت، هسد الثقب اللي خارج منه بين البلاط، خلاص المشكلة اتحلت، ولا لوثت بيتي ولا عملت مشكلة كبيرة جدا عندي في البيت. ده حل جميل، حل بسيط جدا مش جداً مكلف وآمن. ايوه فعلا، انا ما مش هلجأ ابدا للمتخصص الا في حالة مشكلة كبيرة جدا بعاني منها. عشان كده بنحذر وبنقول يا جماعة خدوا بالكم ان المبيدات خطر، لازم ما نلجأش ليها الا كحل نهائي بعد استنفاذ كل الطرق والاساليب الغير كيميائية. انا عندي ناموس بيخش بيتي، اعمل ايه؟ سلك على الشباك، هيكلفني حاجة؟ لا، افضل من ان انا اجيب مبيد اقعد كل شويه ارش وانا استنشقه وابلعه والمسه، وفي الاخر انا بتعرض لكميه مبيدات داخل جسمي بتؤدي في الاخر ان هي تعمل لي مشكله كبيره جدا في فلاتر الجسم زي الكبد زي الكلى زي الرئه، واعاني من مشكله كبيره اصرف عليها ملايين الجنيهات وبالاخر ما اقدرش احلها. فكره بسيطه جدا مش صعبه ولا حاجه، هو ان انا غير ثقافتي. الثقافه احنا بنقول الثقافه ثم الثقافه ثم الثقافه، لازم النهارده انا يعني اتعامل مع المشكله بتاعتي على قدر احتياجي ليها او قدر مشكله مسبب، مش في اي وقت الجا للمبيدات. بالظبط دي الفكره بتاعت المكافحه الامنه. طبعا حضرتك اسست شركه إليت وهي رائده في المكافحه الامنه، وانا شايفه في انتشار رائع في مصر، والناس ابتدى وعيها يبقى مختلف، وده بفضل الله ثم بفضل فكره حضرتك. عايزين حضرتك تعرف للجمهور شركة إليت إيه اللي بتقدمه للمكافحة أو كبرنامج للمكافحة الأمنة؟ إحنا من يوم إنشاء إليت سنة 2012 كان هدفنا الرئيسي الحفاظ على البيئة ومنع التلوث في كل أعمالنا من ساعة بدأنا الشركة، وإحنا حاطين نصب عيوننا إزاي ما نلوث البيئة، إزاي نقضي على الحشرات بأقل قدر ممكن من احتمالات المخاطر، مش المخاطر، احتمالات المخاطر. ودي مسألة مهمة جدا. يبقى أنا النهاردة بلجأ لكل الأساليب الأمنة اللي تخليني اقضي على مشكلتي بدون ما اعمل تلوث كبير، مثلا زي الجل بتاع الصراصير. ممتاز. جل الصراصير منتج كاميرا التفاصيل هتجيبه، بنستخدمه حضرتك بس ترفعه. بنستخدمه ايوه لمكافحه الصراصير بدون اي اخلاء ولا مغادره ولا ريحه ولا اي مشكله خالص. ده مجرد جل. نقاط بتتحط في اماكن محدده بيعيش فيها الصرصار، بيقضي عليه ويموت بسرعه جدا جدا، وفي نفس الوقت بتديني امان عالي جدا، وبتديني فعاليه من سنه الى 3 سنين. ممتاز. قاعد في بيتي بدون اي مشاكل. 3 سنين يا فندم. 3 سنين ده مفعول هايل. بدون مشاكل، بدون ملوث. 3 سنين بيتي نظيف. بيتي نظيف من الصراصير، بدون ملوث بيتي، بدون ما اخلي، بدون ما افضي، بدون ما اشيل، بدون ما احط، حاجه امنه جدا جدا جدا. ليه ما استخدمهاش؟ ممتاز. هي افضل حاجه. تمام. يبقى ده انا لما يكون عندي مشكله صراصير على طول بدور على الجل، الجل حل ممتاز جدا جدا للمشكله. يعني انا كست بيت هشتريه واحط الجل كده بمنتهى السهوله. لو انت عايزه تعمليه هو على الكرتونه بتاعتها اماكن وضع الجل. ازاي اشتغل بيه وازاي احطه. ممتاز. ماشي، لكن انا برضو افضل نجيب متخصص عشان هو برضو اللي يقدر يتعامل مع المشكله بطريقه حرفيه. وسهل جدا. ده هيكلفني كام؟ يعني مبلغ رصيد، يعني مبلغ يعني زهيد جدا، مقابل ان انا بقى هرش هضطر افضي المطبخ بتاعي واشيل المواعين اللي فيه، وبعدين ارجع ارشه، وبعدين ارجع اغسله، وبعدين ارجع المواعين بتاعتي تاني، وارجع اعمل له متابعه بعد 21 يوم تاني. قصه كبيره جدا جدا مكلفاني اضعاف الجل. لكن الفكره عندنا مش الفلوس، الفكره هي الامان. انا هنا في وضع امن تماما، فعاليه ممتده، وبدون ما اكلف نفسي اي مصاريف زياده. ممتاز. في عندنا ايه تاني يا دكتور؟ في عندنا الكبسولات بتاعه النمل اللي هي برده مش متوفره شويه في مصر. دي كبسوله، دي مش متوفره غير في شركه إليت. يعني هي كبسوله ببساطه جدا، هي حضرتك ارفعها شمال عشان ما تداريش على وشك. تمام. بدبل فيس. قد ايه بسيطه يا دكتور؟ دبل فيس بتتحط على السوكل بتاع البلاط تحت الارضيه كل 5 متر محطه من دي. وبتحل لي مشكله النمل بسهوله جدا بدون اي انواع من انواع التلوث. والله ما فيش ابسط من كده. حاجه بسيطه جدا. يعني الجل ما فيش اسهل منه، الكبسوله ما فيش اسهل منها. طبعا كل اللي بيتفرج علينا دلوقتي
بيتساءل طب انا دلوقتي لو عايزه اتواصل مع شركه إليت ازاي اجيب المنتجات الجميله دي، او ازاي اجيب المتخصصين عشان ينظفوا لي بيتي وبامان، وحط تحت كلمه بامان كذا خط، بامان عليا وعلى اولادي وعلى اسرتي، على طول اتصلوا، الارقام موجوده على الشاشه وارقام الشركه موجوده بالتفصيل على الشاشه، حضراتكم اتصلوا على شركه إليت للمكافحه الامنه. بجد يا دكتور المنتجات دي وفي الحقيقه ان احنا ان انا يعني النهارده جاي عشان مش عشان اقول إليت ان هي بتعمل دوت، لا انا عايز كل شركات المكافحه تعمل كده. اكيد عايز يبقى ده السيستم بتاع الشركات كلها في مصر. احنا بندور دايما على امان وسلامه وصحه العميل بتاعي. انا أكيد. مش جاي اشتغل وامشي، لا انا جاي احل له مشكلته زي الجراح كده بدون ما اسيب اي اثار جانبيه في المكان اللي اشتغلت فيه. ممتاز يا دكتور. بنسمع كتير في الاعلانات اللي بتتروج ان هنيجي نعمل لكم رش وبدون رائحه وبدون مغادره المنزل. ايه راي حضرتك في الاعلانات طبعا دي؟ ده كلام مش علمي خالص. يا جماعه هو المبيد برائحه او بدون رائحه هو مبيد. في الاخر انا نازع منه جزيء عشان ما يبقالوش ريحه، يعني زي الايه؟ الطلقه، الرصاص هتموتني. اذا كانت في مسدس كاتم صوت مش هسمع لها صوت. فعادي هسمع لها صوت، هي دي الفكره، هي في الاخر هتموتني. فكره ان انا اقعد والراجل بتاع الرش بيرش في بيتي وانا قاعد، دي كارثه، كارثه يعني مهوله جدا، لان هينتج عن الرش ده ايه؟ اول حاجه الاستنشاق، المبيد هتطير في الجو فيبقى بالزبط. موجود في الاكسجين اللي بتنفسه وهيخش داخل جسمي وهتلامس معاه كمان بالمره، وفي الاخر ممكن كمان يوصل لفمي عن طريق ايدي يوصل لفمي. يبقى احنا قدام كارثه كبيره جدا. المبيد بدون رائحه اخطر مليون مره من ابو ريحه. ليه؟ لان ابو ريحه انا هاخد حذري وهشمه صح. وبالتالي هطلع بره المكان وامشي صح. لكن بدون ريحه لا، انا اعتبر ان هو امن. للاسف يا فندم الاعلانات بترسخ عند العملاء ثقافه غريبه جدا ان المبيدات حاجه كده يعني كيوت وحاجه جميله، وده في الحقيقه خطر كبير جدا. اما يبقى الراجل شايف راجل بيرش في التلفزيون على المطبخ على علب البهارات وهو قاعد بيتفرج عليه بدون اي، خلاص بقى كده الموضوع سهل جدا. انا اعمل نفس الكلام بالزبط. انا محتاج ليه الشركه بالزبط. طالما الموضوع سهل كده انا ارش والبهارات موجوده والحاجه موجوده هعمل زيه بالظبط. فهو بيرسخ لثقافه كبيره جدا بتبقى كارثه بعد كده للاسف الشديد. احنا هنطلع فاصل مشاهدينا الاعزاء وهنرجع لكم تاني، انتظرونا في معلومات مهمه جدا جدا عن المكافحه الامنه وايضا التعقيم ضد فيروس كورونا كوفيد 19. ورجعنا لكم بعد الفاصل مشاهدينا الاعزاء، ودايما احنا بنتكلم مع حضراتكم في مواضيع مهمه جدا تهم حضراتكم. احنا دلوقتي معانا مداخله من الاستاذه زينب المدير التنفيذي. استاذه زينب مساء الخير. مساء الخير استاذه زينب. تمام، واضح ان الشبكه مش كويسه. هنتواصل تاني مع الاستاذه زينب. مشاهدينا كلنا بنعاني دلوقتي من كوفيد 19، بيقولوا لنا اوعوا تخرجوا من بيوتكم، عمالين بيقولوا لنا استخدموا كلور، استخدموا كحول، حطوا الكمامه، كل الحاجات دي. طيب انت لو حطيت الكمامه يا ترى الكلور ولا الكحول هيقعد تاثيره قد ايه؟ يوم يكمل اليوم لاخره؟ اكيد الحاجات دي كلها بتقلقنا على نفسنا وعلى اولادنا. شركه إليت عندها حل رائع. استاذه زينب. أيوة. استاذه زينب المدير التنفيذي بنرحب بحضرتك. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء النور. حضرتك يا استاذه زينب تعاملتي مع شركه إليت؟ الحقيقه عايزين حضرتك بقى نعرف راي حضرتك في شركه إليت في التعامل معاها. الحقيقه انا تعاملت معاهم في اكتر من حاجه. البيست كنترول ده دي جزئيه، وكانوا من احسن الشركات الحقيقه اللي اشتغلت معاها. بلس كمان في التعقيم في موضوع كورونا برضو من أحسن الناس اللي اشتغلت معاهم الحقيقة. في كل حاجة ملتزمين، بيدوا سيرفيس كويسة جدا، سيرفيس بطريقة بروفيشنال. يعني حضرتك بتوصي الجمهور ان هم يتعاملوا مع هذه الشركة لخدماتها المميزة فعلا مش مجرد كلام؟ موجودة حاليا في السوق. هم شركة إليت الحقيقة. هم شركة ايه؟ شركة إليت من احسن الشركات اللي موجودة فعلا في السوق. بنشكر فعلا حضرتك استاذة زينب، وانا عرفت كمان ان حضرتك بتتعاملي معهم من زمان، فاكيد رأي حضرتك من فترة طويلة ما شاء الله. بقى لحضرتك يعني بقى لك فترة طويلة قد ايه؟ سنين؟ يعني انا اشتغلت معهم في اكتر من مكان، و يعني بلس بقى ان احنا بنشتغل في اماكن مع بعضينا، بس يعني
انا مش بشتغل معاهم، بس احنا الاثنين ممكن نكون بنشتغل في نفس المكان، وكل الناس بتشكر فيهم الحقيقة، ما شاء يعني الله. غير تعاملي انا معاهم، لا العملاء كلهم بيشكروا فيهم. أكيد أستاذة زينب، لما بتكون الشركة عندها مصداقية مع العميل وبتخاف على صحة العميل، أكيد العملاء أكيد بيبقوا أكيد مبسوطين زي حضرتك ما مبسوطة من التعامل أكيد مع شركة إيديت. بنشكر حضرتك، أكيد. العفو، بنشكر ميرسي. حضرتك جدا، وكل سنة وحضرتك العفو، طيبة يا فندم. وحياة ميرسي، طيبة. مع ألف مع سلامة. السلامة. زي ما قلت لحضراتكم مشاهدينا الأعزاء، إن كوفيد 19 مجنن العالم كله، مفيش حد قادر إن هو يعمل إيه معاه. استخدمنا معقمات، استخدمنا الماسكات، ولكن برضو المرض بينتشر. النهاردة شركة إيليت مقدمة لنا حل سحري وجذري، معقم بيبقى على الأسطح لمدة 90 يوم. إيه الموضوع ده؟ هنعرفه دلوقتي من الباشمهندس. 90 يوم يا باشمهندس. والله انت فاجئتيني، انا كنت عايز اخلي ده لحد داخل البرنامج. طبعا احنا إيليت من ساعه ما بدات موجه كوفيد واحنا بندور دايما على الامان بتاع العميل، زي ما احنا كنا بنعمله في البيست كنترول كذلك في التعقيم. التعقيم اما جه بدات الناس تشتغل فيه، بس انا احب اوضح ان التعقيم ده جزء من عمليه كبيره جدا، ما ينفعش ابدا الناس تعتبره هو الجزء الاساسي في موضوع مكافحه كوفيد. احنا عندنا وسائل انتقال الفيروس، والفيروس من الفلاسفه التاجيه فيروس تقيل بيقع على الاسطح. عندنا معدل النقل او معدل الاصابه بتاعته بالنسبه للاسطح 30% فقط، يعني 70% من الرذاذ بتاع المريض بينتهي الى الشخص السليم. يا الله. عشان كده الماسك ده حاجه يعني ارجنت، مهم جدا. الناس ما تاخدش بالها تقول ده موضوع سهل، وموضوع 70% من اسباب انتقال الفيروس هو الرذاذ المنتقل من المريض الى شخص مصاب. يبقى الكمامه دي بالنسبه لينا حياه او موت. طبعا طبعا حياه او موت. طبعا الاجراءات الاساسيه، ابعد بقى عن الاماكن المزدحمه، ابعد عن المخالطه، اي واحد يبقى عنده مشكله، عنده حراره مرتفعه، عنده برد، ما ميزش. انا بقى انا كراجل مش فاهم عندي ايه، اعزل نفسي على طول على الفور وابدا اتجنب ان انا اقابل الناس لحد ما ربنا يشفيني. يبقى التعقيم هو بيعالج بس من 30 ل 40% من اسباب او مسببات نقل الفيروس. طيب الفيروس بيقع على الاسطح بيعيش قد ايه؟ حسب كلام العلم من 6 ل 9 ايام. يبقى تعقيم الاسطح اللي هنتكلم عنه النهارده هو تعقيم لازاله مسببات نقل الامراض من الاسطح اللي بيتعامل معاها الانسان. طيب النهارده لما اجي انا اشتغل على الاسطح دي، المعقم اللي انا هختاره لازم يبقى ليه مواصفات محدده ومواصفات معروفه عشان يعمل الغرض اللي هو جاي عشانه. طيب انا النهارده لما اجي اتكلم على المعقمات المعتمده في العالم، هلاقي عندي سلسله كبيره من المعقمات على راسها هيدروجين البروكسيد الامن والاكثر استخداما في العالم، ثم كوتانري رباع الامونيوم المعقم الثاني الجميل جدا، بالاضافه طبعا الى الكحول بكافه اشكاله والباراسيتيك اسيد والاستيك اسيد حمض الخليج. دول كلهم على بعض كده بيتركبوا مع بعض ويطلعوا لنا معقم كامل. لو انا اشتغلت بالكلور لوحده مش كافي وغير كافي، ده كلام الدكاتره وكلام العلم مش كلامي انا شخصيا يعني. غير ان الكلور دي اثار جانبيه على الاغشيه المخاطيه للانف والرئه وعلى الجلد. احنا بنشوف طبعا دلوقتي مشاهدينا الاعزاء، حضراتكم شايفين بدون مقاطعه كلام حضرتك، شايفين قد ايه في الفيديوهات اللي نازله دلوقتي، بنشوف قد ايه شركه إيليت حريصه على التعقيم الامن. حضراتكم دلوقتي بتعقموا بهذا المنتج؟ طبعا طبعا، احنا ما بنعقمش بكلور نهائي. احنا عندنا معقمات معتمده وموجوده وبقالها سنين معروفه جدا في العالم، ومطابقه مع نشره هيئه السلامه الامريكيه ومع منظمه الصحه العالميه في مكافحه الفيروسات والبكتيريا. يبقى انا بجيب الحاجه المعتمده في العالم كله واشتغل بيها. المعقم اللي احنا جايبينه جديد ده هيكون ان شاء الله في خلال فتره وجيزه موجود في مصر، وده معقم ان شاء الله امريكي وبيستمر على الاسطح 90 يوم، وده بالنسبه لينا هيبقى انجاز كبير جدا 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 ان انا اجيب معقم يقعد على حتى على الاقل شهرين. معناته ان انا هخفف جدا موضوع ان انا اعقم كل اسبوع او كل 3 ايام او كل 4 ايام، يبقى انا عندي معقم هيشتغل معايا 60 يوم ولا 90 يوم، ده بالنسبه لينا احنا يبقى انجاز كبير جدا جدا. ده رائع يا دكتور، وده اكسكلوسيف طبعا لشركه إيليت. مش هتلاقوه عند اي حد، هتلاقوه فقط. انت حلقتيني مفاجاه، احنا كنا مستنيين ننزلها. فان شاء الله ان شاء الله ده هيبقى حاجه جديده خالص. احنا بنبشر الناس، انا اسفه لو حلقت لحضرتك المفاجاه. وبرده وباكد برده تاني، بقول باكد على المعلومه اللي قلتها، التعقيم وتعقيم الاسطح بيعالج من 30 ل 40% من اسباب نقل فيروس كورونا، مش 100%. يبقى الكمامه اللي انا بحطها على وشي دي مساله حياه او موت بالنسبه ليا. ابتعد عن الاماكن اللي فيها تجمعات، اي يظهر علي اي اعراض للانفلونزا او برد اعزل نفسي،
مع ان انا اخد حرصي وبعدين اتعامل مع الكوفيد ده على اساس انه موجود في كل حاجه. اي سطح انا بتعامل معاه هو موجود عليه كوفيد. انا بركب المترو مثلا، حط ايدي على السير بتاع المترو او وارد يكون فيه كوفيد. اكيد اكيد ماشي. طبعا يبقى انا طبعا. كل شويه اغسل ايدي بالميه والصابون كويس جدا جدا جدا، ولو متاح ليا كحول افرك ايدي بالكحول كل نص ساعه مع الماسك، يبقى انا كده قدرت امن ال 70% اللي ممكن ينتقل من المرض. رائع يا دكتور رائع. هو في تقريبا مداخله معانا، في مداخله معانا استاذ عيد استاذ عيد قراني مدير شركه طابة للصناعات الكيميائيه. تمام لحد ما المداخله تجهز. طيب يا دكتور. طيب. انا عرفت ان يعني المعقم ده بيقعد 90 يوم على الاسطح. ده المعقم جديد. الجديد. الجديد. الرائع اللي هو اكسكلوسيف عند هيجهز امتى يا دكتور؟ عشان كل المشاهدين اكيد عايزينه. قريب ان شاء الله يا فندم. باذن الله ده موجود في شركه إيليت فقط. ان شاء الله يا فندم. ان شاء الله. انا عارفه ان حضراتكم من كتر ما او من سمعتكم الطيبه ان الجهات الحكوميه كمان بتلجا ليكم في اي تعقيمات ايضا. احنا بصفتنا يعني من احد الشركات الموجوده في مصر. هي المداخله جايه. اتفضلي يا فندم. معانا ومعاكم استاذ عيد قراني مدير شركه طابة للصناعات الكيميائيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا حضرتك يا استاذ عيد. طبعا عارف ان احنا بنتكلم دلوقتي مع شركه إيليت وبنتكلم عن التعقيمات. ايه موضوع التعقيم الامن في شركه إيليت؟ التعقيم الامن، اولا التعقيم لازم نعرف هو معناه ايه. التعقيم ان احنا نطهر المكان من غير اي، ما نسيبش فيه اي اصل للميكروبات الفيروسات. التعقيم الامن بقى اللي هو ازاي ان انا اطهر المكان من الحاجات دي كلها من غير ما اثر على البيئه اللي موجود فيها الحاجه دي، ولا اثر على الانسان المستخدم للحاجه دي. ف قدرت تجمع بين الحاجتين دول، بين الثلاث حاجات دول، انها تقضي على اسباب المرض، انها ما تاذيش البيئه، انها ما تاذيش المستخدم او المستخدم للمواد دي. ودي كان هدف إيليت من الاول. يعني هي لما جت اتكلمت مع طابة ازاي تقدر توفر الثلاث عوامل دول، انها تحافظ على بيئه وتحافظ على مستخدم وتحافظ على وتعقم والماده تجيب نتيجه كمان. دي موازنه صعبه. ده مختصر جدا. جدا جدا رائع. يعني بس هم حطوها هدف قدامهم، يعني هم حطوها هدف قدامهم وحاولوا يعني يحققوه ويتعاونوا مع كل اللي بيتماشى مع تحقيق الهدف ده. يعني اي حد كان بيخالف تحقيق الهدف ده كان هم بصراحه بيرفضوا التعامل معاه. يعني رائع. اكيد لما بنكون شركه محترمه بتحافظ على صحه العميل كلنا بنحترمها. بنشكر طبعًا حضرتك طبعًا. جدا استاذ عيد على المداخله الجميله. تحت امرك يا فندم. اتفضل. ميرسي لذوق حضرتك. ميرسي جدا. قد ايه انا فخوره بحضرتك. الله يخليك بجد. لان لما يكون شركه بتحافظ على صحه المواطن مش بنلاقي كل الشركات كده. الشركات بتهدف للربح، لكن حضرتك عندك رقم واحد المحافظه على صحه المواطن.